لماذا لا يصوت الشعب الإيراني لنظام الملالي؟ كل حكومة في العالم تدعي أنها تعمل من أجل الشعب، لكن من كلام إلى واقع أحيانا طريقة لعدة أجيال. جاء الملالي إلى الحكم بوعدهم بإنهاء طغيان استبداد الشاه، لكنهم مارسوا القمع المضاعف في إيران. تتكشف هذه الحقيقة أكثر فأكثر كل عام، ولهذا السبب لا يشارك الشعب الإيراني في مهزلة الانتخابات الحكومية ولن يصوت. الشعب الإيراني لا يريد هذه الحكومة. لنجد جذور هذه القضية يمكننا تسليط الضوء على مجالات مختلفة. في هذا التقرير نلقي الضوء على جانب من الواقع، أي الفساد المالي في حكومة الملالي، بدءا من الثروات الخيالية وإلى الرواتب بالمبالغ الفلكية. لكن من لا يعرف أن السهول والجبال والبحر والغابات والتربة والمياه وباختصار كل ما هو متاح للملالي معروض للبيع. إن وجود استراتيجية مناهضة للشعب والتربح قد أضفى الطابع المؤسسي على الفساد في جميع الأجهزة الحاكمة. واحد أكثر الساحات والمكاتب الحكومية فسادا هو قضاء الملالي. إن قوانين حكومة الملالي إما مكتوبة للفساد وملء جيوب الملالي والحرس، أو أنها فاسدة لدرجة أن القانون لا محل له من الإعراب. مثال على قانون الملالي التعسفي: في حالة تم تحديد أدنى حد لأجل العامل في العام الحالي 2,655,000 تومان، وليس من الواضح كيف ينبغي العامل أن يدير حياته بهذه الحقوق، ثم يتلقى رجل دين يشرف على ذبح الدجاج راتبا يصل إلى 220 يورو في اليوم، أي ما يقرب من 100 مرة ما يتقاضاه العامل. يعاني المواطن الإيراني من الفقر، ويعتاش البعض على جمع القمامة وجمع النفايات، وتصبح الحياة لا تطاق بالنسبة لهم كل يوم، ويصبح عمل اللصوص الحكوميين من جميع الفصائل وجميع القوى والإدارات والدوائر أكثر انتشارا كل يوم. في ظل هذه الظروف من الواضح أن الشعب الإيراني لن يصوت لمثل هذه الحكومة الفاسدة. لم نعد نصوت هو شعار يتردد في احتجاج العمال والمتقاعدين والمنهوبين المخدوعين. Thank you.